انا بحترم حسام البدري ان هو بينقي اللعيبه اللي تبدا التشكيل على حسب المنافس وطبيعه المباراه وطبيعه المنافس. وهو على فكره قبل حتى الماتشين دول على طول بيعمل كده مع المنتخب. يعني الماتش في التجمع اللي فات، الماتش اللي بره، الماتش اللي كان عندنا الاولاني ما بداش طارق حامد اللي كان هنا. أيوة ولما راح هناك بدا بطارق حامد. الماتش اللي هنا ما بداش محمد شريف. الماتش اللي هناك كان عارف ان في مساحات. هنا ما بداش طارق حامد ولا النني. نعم، عشان ما بداش طارق حامد ولا النني. ايوه انا بقول لك الماتش راح، الماتش اللي هناك بدا بطارق حامد وبدا بمحمد شريف عشان عارف ان في مساحات في ظهرهم، هم هيسيبوا مساحات في ظهرهم. جاب جون برضه وجاب جون. فانا رايي ان هو ده الصح اللي بيعمله، اللي بيعمله الكابتن حسام. كل ماتش انت ميدو لو مكان كابتن حسام هتقعد بكل ماتش بس سيبوس ان شاء الله نوصل، يعني وصلنا بطوله افريقيا. عندك ثلاث ماتشات منهم فرقتين مثلا جامدين. لا في المرحله دي، انما هيخش بقى تصفيات كاس عالم لازم تثبت. لا سيبك من كاس عالم، بطوله افريقيا. مفيش بطوله افريقيا، ما تصفيات كاس عالم قبليها. ماشي يا عم، انا مكان بقى بطوله افريقيا مثلا. لا بطوله افريقيا مفيش حد، مفيش كابتن حسام، مفيش مدرب في بطوله مجمعه بيغير في التشكيله. ايوه عشان كده بقول لك، عشان كده بقول هو دلوقتي في مرحله بيشوف فيه. بيشوف كويس جدا مين النهارده اللي يقدر يلعب جنب ده، مين اللي يقدر يشتغل جنب ده، مين النهارده لما يكون مثلا في جناح جامد في فرقه جامده مين الباك اللي لعبه يقف له، مين بيشوف الدنيا ايه. النهارده هو فكر في فكره مختلفه. الماتش اللي هناك بدا مصطفى محمد، واضح ان ممكن يكون في مشكله من راس حربه ستاتيك، راس حربه ستاتيك في وجود محمد صلاح وتريزيجيه. النهارده لما لعب بمحمد شريف متحرك، محمد صلاح اتحرر اكتر، اديت له افكار ثانيه، اديت لحسام بدري افكار بس ده عشان هو كان الماتش ده هو بيلعب في التلت على طول بتاع جزر القمر ونص الملعب اللي قدامه على طول. لكن انت ماتش كينيا الناس اللي قدام اتظلمت لان الكوره ما توصلهمش اساس. فيعني انا قصدي انك تقول هنا لا ده لعب كويس وده لعب وحش وطريقه اللعب هنا واللعيبه في المستوى. انا ما بقولش لعب كويس وحش، انا ما بقولش لعب كويس وحش، انا بقول ان هو شاف فكره ثانيه. يعني كويس ان انت تشوف. ايوه طبعا شاف فكره ثانيه. هل محمد شريف يشتغل مع ده؟ ممكن ده يشتغل مع ده. لما في الاخر المدرب، انا في رايي ان هو حسام بدري بيتعامل بذكاء كويس جدا دلوقتي اللعيبه المتاحه معاه حتى في اختياراته. يعني كل واحد طبعا عنده، ممكن هنختلف على واحد على اثنين، لكن هو دلوقتي هيوصل بقى، هيروح لماتشات تصفيات كاس العالم، هيبقى عنده احسن 11 جوه دماغه اللي يقدروا يلعبوا جنب بعض في الماتشات الجايه. كون الفكره دي، كون الفكره دي خلاص. كاس العالم هيبتدي بال11 اللي هو بال11 بقى.